فرقة شابة بمؤهلات كبيرة وإمكانيات بسيطة، شباب كافحوا ناضلوا ولم يستسلموا للعراقيل والمطبات. ابن مدينة خريبك الطموح سي محمد عبيدي ورفاقه الذين آمنوا بنصب فكرة وقبل ذلك بمؤهلاتهم وملكاتهم الفكرية والفنية فقرروا خوض التحدي، فكانت فرقة ماركو طونو. وهي فرقة موسيقية من نوع باتيكادا، وهي موسيقى برازيلية الأصل، ولدت بمدينة ريو دي جانيرو. السلام عليكم، معكم المسير فرقة ماركو طونو اللي هي تحت إشراف جمعية البلوان ماركو للتربية والثقافة. كيحصل لنا الشرف باش نستقبلوا أسماء وزينة، وشكرا للجميع. شكرا. السلام عليكم، أمينة محبوبي من خريبكا، عضو في جمعية ماركو طونو للنقر على الطبول. كتكون من 8 أعضاء اللي بدات من شهر تقريبا 6 بدينا، وحنا غادي الحمد لله. كنتمنوا نستمروا وغنعطيو أحسن ما كاين. موسيقى تنشيطية احتفالية تعتمدها البرازيل في كرنفالاتها المشهورة عالميا والتي تعتمد على الطبول. تتكون فرقة ماركو طونو خريبكا من 11 شابا محليا ذكورا وإناثا تحت لواء جمعية البهلوان ماركو للتربية والثقافة. تعمل الفرقة على تنشيط المناسبات الوطنية والأنشطة الرسمية، بالإضافة إلى تنشيط الملتقيات والمهرجانات الإقليمية. واليوم بدأت تشق طريقها وكلها عطاء واستمرارية بفضل مجهودات عناصرها الشابة وغيرتهم الكبيرة على إبراز المؤهلات الفنية والتنشيطية الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها. أنا فتحي من مجموعة ماركو طونو، وتتمنى استمرار المهرجانات. شكرا. مرحبا، نعمان الذهبي، منشمل فريق ماركو طونو النقر على الطوبول. الفريق اللي كيشكل أسسوا جمعية ماركو، والفريق مولود جديد في مدينة خريبكا والجهة كاملة بصفة عامة، وتقريبا راه دولك أعضاء ديال الفريق على كيفاش تكون الفريق، والحمد لله لقى قبول في هذه المدينة. السلام عليكم، الاسم فاطمة الزهراء قلشاوي، عضوة في جروب ماركو طونو، وتبارك الله راه غادي إن شاء الله. شكرا. معكم هشام الحكيم، عضو ديال جمعية بهلوان ماركو للتربية والثقافة. كنا أعضاء في هذه الجمعية ديال جروب ديال ماركو طونو، وكنتمنى من الله أنه ينال الإعجاب ديال الساكنة في فريكو. شكرا. معك صبحي عصام، عضو تو في جمعية ماركو للقرع الطبول. هاد أول مرة كندخل، أنا أول مرة كنشوف هاد الدفاع، أول مرة كتكون في مدينة خريبكا. كنتمنى إن شاء الله نكونوا استمرارية فهادو ونكونوا نزيدوا قدام أحسن إلى أحسن. طموح الفرقة كما يؤكد دائما مؤسسها تأطير عدد أكبر من الشباب وإدماجهم بالساحة الفنية. التألق إذا لفرقة ماركو طونو ولكل محاولة لتكسير الجمود الفني والثقافي بالمدينة.